المعلق الاماراتي الجميل الكابتن عامر عبد الله. كابتن عامر اهلا بيك منورنا. مساء الخير كابتن هاني، مساء الخير لكل ضيوفك ولكل متابعينك ومشاهدينك وبرنامجك الموقر المحترم القريب للمشاهد. اهلا وسهلا بحضرتك منورنا، ومبسوط جدا بالمعلومة اللي وصلتنا من شوية بانك هتعلق على مباراة السوبر. الله يطول عمرك. احنا طبعا انا كان لسه يعني هاعلن الخبر بس انت سمعته الكل، وطبعا انا بالنسبه لي تواجد في حدث كهذا انا انظر لان مصر تزورنا، فلازم ان نفرح بهذه الزياره ايا كان المشاركين ايا كانت الفرق. مصر تزورنا فعلينا ان نكون على اهبه الاستعداد لاستقبال هذا الضيف الكبير العزيز على قلب كل اماراتي. يسعدني ان شاء الله اني بكون معلق وواصف لهذه المباراه واللي تعتبر حدث رياضي عربي كبير. نعم. منتظر. واحب ابشرك ان يعني موضوع التذاكر والجماهير اقبال كبير جدا. ايوه، وحدث رياضي الناس هنا متشوقه اليه. ومثل ما عهدت لي، طبعا انا ما ادخل في القضايا اللي قاعده تصير، لكن عاتب جمهور الزمالك ان جمهور الزمالك اللي في الامارات كان وده يكحل عيونه بفريقه، يعني يبغى يشوف الزمالك وزيارته السنويه المعتاده. لكن هذه ظروف داخليه حدثت، نعمل ان شاء الله دائما ان يكون الخير والوئام والروح الرياضيه تسمو. فاهلا بالاهلي، اهلا ببيراميدز، اهلا بكل مصري على ارض الامارات لانها ارضكم وبلدكم واصحاب فضل. صح، واحنا بنبقى حاسين بكده بل ومتاكدين بكده، مش مجرد احساس، وده بيبان حتى في تعليقك كابتن عامر اللي هتكلم معاك عنه شويه عن المباراه المقبله. لكن بتكلم انا من شويه ان مارسيل كولر غير اوراقه اول ما عرف ان منافسه لم يعد الزمالك بل اصبح بيراميدز، غير الخطه، غير الطريقه، غير البرنامج الاستعدادي للمواجهه. فكيف غير الكابتن عامر عبد الله برنامجه الاستعدادي قبل التعليق بعد تحول المباراه من اهلي وزمالك الى اهلي وبيراميدز؟ يعني مع كامل الاحترام والتقدير لكل الفرق، ولكن انت تعرف ان القمه العربيه الاولى اهلي وزمالك، زمالك واهلي. نعم. هذا المعروف في الوطن العربي والمباراه الاكثر شهره والاكثر جماهيريه. وهذا لا يقلل من قيمه الديربيات والقمم الاخرى في الوطن العربي، ولكن نعم، تبقى قمه الاهلي والزمالك هي قمه الفن الجميل، هي قمه السينما، هي قمه الاعلام، هي قمه الاقلام، هي من تستحوذ على المشهد بشكل كامل. طبيعي جدا ان على الامور الفنيه ان تحدث بعض التغييرات حتى على مستوى التعليق والتحضير المعلوماتي للمباراه. انت تتكلم على مباراه تاريخها يعود منذ عقود من الزمان بين الاهلي والزمالك، عن نجوم كبار، عن اسماء خلدت نفسها في المسيره الكرويه ليست المصريه فحسب ولكن العربيه بشكل عام. انت تتكلم عن قمه افريقيا الاولى كانت راح تقام بين الاهلي والزمالك، والصراع على اللقب والمسمى لافريقيا. فافريقيا بكبرها خضعت لكره القدم المصريه بشطريها اهلي وزمالك. فاليوم تواجد بيراميدز، هذا النادي المجتهد، هذا النادي الذي يريد ان تكون له بصمه، فرصه تاريخيه مهمه جدا للمستثمرين، فرصه وحافز كبير جدا اكيد لبيراميدز في مواجهه النادي الاهلي. نعم. في مباراه بتكون يعني مشاهده ومتابعه. اما بالنسبه لي فانا ادخل بذات الشغف وبذات الحب. نعم. وبنفس الحماس على هذه القمه وعلى هذه المباراه، تبقى مباراه نهائيه. مصر كلها ستشاهد هذه المباراه، فانت اليوم تتكلم عن 111، انت وصلت كام يا هاني؟ وصلنا ل 100، 111، 110 تقريبا، 111 مليون. يعني انا حاسبكم صح. ايوه حاسبنا صح. فمصر ستتابع، يعني تتحدث عن شريحه جماهيريه كبيره جدا. الوطن العربي راح يشاهد، ايضا المنتظرين للاهلي في دوري ابطال افريقيا سيتابعون، ايضا المتربصين يعني في النادي الاهلي كمنافسين، وهذا حق مشروع. نعم. ايضا ماذا ستكون كلمه بيراميدز في هذه المباراه؟ نعم. احنا امام احتفاليه كبيره، امام مباراه تكريميه كبيره. ستنظم باذن الله على اعلى مستوى، فرحه الجميع، فرق العمل، مجلس ابو ظبي الرياضي، قناه ابو ظبي الرياضي، الكل يعمل من اجل اظهار حب مصر الحقيقي، ليست مباراه 90 دقيقه او 120 دقيقه. أيوة. ولكن هي فرصه
ومنبر كبير جدا كي نقول لمصر نحن نحبك بحق وحقيقة. ونحن نحبك ونحب الإمارات ونحب الإماراتيين. وخليني أسألك أخيرا عن رأيك في كولر مع الأهلي من خلال قراءتك ودراستك ومتابعتك في المرحلة الماضية، ولباتشيكو المدير الفني لبيراميدز حاليا. طبعا أنت تتكلم على النادي الأهلي وثقافة خاصة تجبر أي مدرب على الانصهار بها. نعم، العادات والتقاليد اللي موجودة في النادي الأهلي أن كل ما دون البطولة هو إخفاق وفشل، فبالتالي علي أن يتواكب مع ذلك. الجينات اللي موجودة في لاعبين النادي الأهلي سواء أبناء النادي أو القادمين خارج النادي، نعم، لديهم هذه الثقافة وهذه الغريزة أن الأهلي لا يرضى إلا بالمنصة فقط، لا يرضى أن يكون صاحب فضة نهائيا فيبحث عن الذهب. كولر ممكن واجه صعوبات في البداية، أيضا ارتباك الموسم الرياضي، لكن أنت لما تشاهد النادي الأهلي باستثناء أول ربع ساعة أمام الرجاء في القاهرة ومباراة الإياب، نعم، أنت تدرك أنك أمام فريق يعني بدأت وصمات المدرب تظهر بشكل كبير جدا، والأهم أعتقد لدى يعني داخل البيت الأهلاوي أن المدرب الذي يقدر قيمة شخصية النادي الأهلي، نعم، قد لا يقدم لك النادي الأهلي في بعض الأحيان لمحات فنية تستمتع فيها، لكن أنت كمشاهد وكمتابع تدرك أن النادي الأهلي حيكسب دلوقتي، النادي الأهلي حتى الوقت بدل الضايع حيفوز. هذه ثقافة مش موجودة تقريبا يعني إلا في النادي الأهلي، وهذه حقيقة وليست مجاملة في ذلك، بل فالأرقام الإنجازات البطولات هذه الأشياء. فاليوم لما نتكلم مثلا على النادي الأهلي ولا يملك مثلا في البطولة الأفريقية أفضل الأجانب المحترفين، ولا يملك خلينا نقول الفريق الخارق كأسماء كأفراد، لكن يملك هيبة الاسم، هيبة الشعار، الكل ينصهر تحت هذا المسمى. باتشيكو في الطرف الآخر هو أكيد ليس محظوظ بمواجهة النادي الأهلي كونه الأهلي يملك شخصية التعامل مع المباريات النهائية، ولكن يدرك تماما ان هذه المباراه قد تصنع مجد قادم لبيراميدز، خصوصا ان بيراميدز حسب معلومتي انه يلعب اول بطوله سوبر. مظبوط، قد تكون بطوله جاءت من السماء. نعم، بسبب ظروف معينه، بسبب اشياء معينه. فالفرصه قائمه والفرصه كبيره جدا. وانا اعتقد ان احنا ما بنكون امام اداء فني من المدربين بقدر ما هي بتكون مباراه لاعبين. صح. ايضا اذا سمحت لي في اقل من دقيقه لما بتكلم عن المباراه فنيا، المباراه سلاح ذو حدين على الفريقين. اولا لما اتكلم على النادي الاهلي، مواجهه الزمالك تختلف عن مواجهه غيره مهما كان الاسم، فهو ديربي وهي مباراه اعصاب وتحتاج الى تحضير ذهني. فممكن مباراه تكون اسهل من الناحيه النفسيه، ولكن ايضا في حالة استهتار أو التقليل من قيمة الفريق الآخر ممكن أن تكون سلاح مضاد. أيوة، هذه ناحية. صح. بيراميدز قد يكون قادم ومندفع لهذه المباراة ويشاهد نفسه أمام المنصة وأمام البطولة، وهي فرصة وأكبر حافز للاعبين. نعم، ولكن في الوقت ذاته أنت تدرك أنت تلعب أمام من وأمام أي شخصية وأي لون وأي جماهيرية. أيوة، وتعلم أن النادي الأهلي وهذه الحقيقة أينما ذهب جماهيره بمئات الالاف متواجدين، وهو ما سيكون المشهد السائد في استاد محمد بن سعود. نعم. كابتن عامر، متشوقين جدا للمباراه ومتشوقين جدا ان نستمتع بالمباراه بتعليقك، نورتنا وشرفتنا كابتن عامر عبد الله المعلق الرياضي الاماراتي الشهير.